ناخذ هلا النوع الثاني من الاي سي. اذا بنلاحظ الاي سي ماشينز بدينا فيها النوع هذا اللي هو 3 فيز اندكشن موتور، و 3 فيز اندكشن موتور نوعين. الاندكشن احيانا بنسميه اي سينكرونس موتور. ايش كلمه الاي معناها او الحرف الاي هي للنفي؟ للنفي، تمام. اذا احيانا الاي باللغه الانجليزيه بتيجي للنفي، اوكي. اي سينكرونس يعني نوت سينكرونس، فالروتر ما بيمشي على نفس السرعه هاي. مين اللي بلف على السرعه هاي؟ ايش اللي كان يلف على السرعه هاي الناس السينكرونس سبيد في داخله؟ الماجنتيك فلوكس دنسيتي. اللي بلف داخل المحرك على السرعه هاي مش الروتر، مش الميكانيك الروتر، اللي بلف على السرعه هاي هو الماجنتيك فلوكس دنسيتي بي. الروتر بيحاول يلحقه بس ما بيلحق يمشي على نفس سرعته، ولذلك بنسميه اي سينكرونس. لكن في ماشين، في ماشين هي سينكرونس ماشين 3 فيز سينكرونس موتور، بس راح احط سلاش هون جنريتر، اوكي، لانه هذا ممكن نستخدمه كموتور، ممكن نستخدمه، هو حتى هذا ممكن نستخدمه كموتور وكجنريتر، بس احنا معظم هذا استعمالاته ايش؟ ومعظم استعمالات هذول البنتر ماش جنريتر، هذا استعمالاته ممكن استخدمه موتور، ممكن استخدمه كجنريتر. هلا ال 3 فيز سينكرونس موتور بيختلف اختلاف اساسي عن ال 3 فيز عن الاندكشن موتور، انه طبعا حتى هذا في منه اظن نوعين، في منه نوعين بيرمنت ماجنت وكمان الكترو ماجنت للفيلد. خلينا احط خط هون، اذا هذا هون كمان بيرمنت ماجنت الكترو ماجنت. هلا هون الاختلاف الاساسي بين هذا، هذا اسمه سينكرونس، هذا اسمه اسينكرونس. اذا هون حتى بالنوعين هذول روتر روتيتس ات سيم سبيد از ذا ماجنتيك فلوكس دنسيتي. فهون ان اس تساوي 120 في اف على بي هي كمان سرعة الروتر. هاي هون كانت سرعة الماجنتيك فلوكس، هون هذه سرعة الماجنتيك فلوكس وسرعة الروتر. فالماجنتيك فلوكس بلف، الروتر بلف معاه بنفس السرعة، ولذلك هذا سميناه سينكرونس. مين المتزامن مع مين؟ ليش السينكرونس؟ مين اللي تزامن مع مين؟ الماجنتيك فلوكس تزامن مع الروتر مع الميكانيكال الروتر. وين الابلكيشنز تبعته؟ بنستخدمه هلا اذا استخدمناه كجنريتر بنستخدمه كثير في معظم محطات التوليد. إذا as a generator used to generate 3-phase electricity. إذا هذا استعماله الرئيسي اليوم، استعمله ك generator، هو الجنريتر الرئيسي الموجود في المحطات اللي هي gas fired أو coal fired، مش الwind turbines، بس معظم المحطات الرئيسية اللي فيها توليد نستعمل السينكرونس موتور. في عندنا كمان موتور هون استعماله قليل يعني، هو السنجل فيز اندكشن. سنجل فيز اندكشن موتور هذا عادة less than 1 هورس باور. لاحظين تطبيقه محدود جدا، 1 هورس باور، فراكشنال هورس باور. وين بنستخدمه؟ زي ايش؟ مضخات، مضخات اللي في البيوت، عارفين المضخه اللي في البيوت اللي بتضخ المي للسطح ترتفع معظمها، ايش بتلاحظوا عليها دائما؟ في كاباسيتر. هذا الكاباسيتر يا بيكون رانينج كاباسيتر يا ستارتنج كاباسيتر يا بوث. اذا هذا يوزد ان بامبس، سمول بامبس، سمول ووتر بامبس. هذا requires a capacitor. كيف بحتاج capacitor؟ هذا إذا بالنسبة للـ AC machines. نيجي على special machines. special machines عندنا مجموعة اسمه ستيبر موتور. ستيبر موتور هو نوع من الديجيتال موتور، له زاويه دلتا ثيتا.
فبالوفت انكريمنتس كان ديش كان اكوفلنت قديش 1.8 ديجريز فمثلا دلتا ثيتا فرضا بتساوي 1.8 ديجريز بير ستيب اذا هذا موفز ان شوفوا ايش الكلمه اللي راح نحطها هون ديسكريت ايش يعني ديسكريت عكس كونتينيوس او انالوج وهو بيتحرك بستيبس مستخدم احيانا في مثلا بعض انواع الروبوتس مستخدم في التطبيقات اللي بدها بوزيشنينج دقيق مع سكرو متذكرين باور سكرو is used in applications that require high accuracy, high positioning accuracy. Is used in applications that require high positioning accuracy. Okay, هذا اللي هو ستيبر موتور. في منه نوعين. في منه permanent magnet soft iron في نوع hybrid خليط كمان في عندنا شيء اسمه servo motor servo motor عادة بيجي with feedback يعني عليه الفيدباك device تبعته and drives درايف وفي منه دي سي وفي منه انواع اي سي سيرفو موتور بتستخدم كمان بالتطبيقات اللي بدها هاي بوزيشنينج اكيوسي في كمان اللي صار شائع كثير الان اللي هو البرشلس برشلس دي سي موتور وين يستخدم البرشلس؟ بالدرونز بالدرونز اذا البرشلس دي سي موتور على فكره اذا بدنا نكون احنا صادقين البرشلس دي سي موتور هو نوع من انواع السينكرونس 3 فيز سينكرونس بس احنا بنصنفه brushless DC motor used at very high speeds يعني السرعة تبعته ممكن تكون 10,000 ل 30,000 RPM عالي جدا بيستخدم في الدرونز مثلا الابلكيشنز تبعته في بعض انواع حتى الماكينات حفر الاسنان يستخدم فيها اذا used in drones and quadcopters النوع الرابع اللي هو في شيء اسمه universal DC motor رح نشوفه هذا في هذا الكورس رح نشوفه في الغسالة universal motor بيشتغل على AC او على DC بنفس الوقت إذا works on AC or DC بنستعمله في الخلاط خلاط الكهرباء بنستعمله في الواشينج ماشين مثلا applications خلينا نحط هون الابلكيشن او يونيفرسال موتور يوز مثلا ان واشينج ماشينز فود بروسيسرز دريلز حتى بعض الدريلز بيستخدم كمان يونيفرسال موتور. طيب دكتور هسه